فاحتجاج اليوم تأتي في سياق الإضراب العام اللي دعت ليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني أمام كل العمالات والولايات. الغرض هو أنه نحتجوا على تملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل، فما يتعلق بزيادة في الأجور أو كذلك مراجعة الضريبة على الدخل اللي كتشكل واحد العبء ضريبي كبير على الموظف على الأجراء، وكذلك إضافة الدرجة الجيدة في الترقي، بالإضافة للموضوع ديال الميثاق ديال المؤسسة اللي كان مفروض تنزيل ديالو من أجل أنه يكون عندنا حوار اجتماعي على مستوى مركزي قطاعي وعلى مستوى المقاولة بشكل دوري من خلال مجموعة من الآليات. كذلك رفضنا لكل محاولة للمس بمكتسباتنا في التقاعد، لأنه حسب المعطيات يعني اللي كتظهر من خلال اللقاءات الأولى مع الحكومة في هذا الموضوع، فكاين مخطط للمزيد من ضرب ما تبقى من المكتسبات في موضوع التقاعد، وهذا هو اللي ميمكنش نقبلوه وكنرفضوه. فاليوم كنحتجوا، وأكيد بأن البرنامج النضالي سيستمر سيتواصل إلى أن تستجيب الحكومة للمطالب العادلة ومشروعة للشغيل. كنحتجوا على الوضع الذي وصل إليه المجتمع المغربي، الوضع المتأزم، غلاء الأسعار في المواد الأساسية والغذائية، غلاء المحروقات، يعني الشعب كيعيش واحد الوضعية صعيبة بزاف، يعني عتبة الفقر زادت. لجينا نشوفوا جميع المجالات رجعت الى الوراء، من الناحيه التعليميه كنشوفوا التعليم بان البنيه ديالو مختله، الصحه يعني الصحه كنشوفوا المستشفيات باقي ما وصلش المستوى باش نقولوا نهضروا على الحمايه الاجتماعيه، كنهضروا على الحمايه الاجتماعيه كنجمعوا الفلوس عند الناس، ولكن هاد الناس الا مرضوا فين غيمشيو؟ المستشفيات ما عندهاش الالات اللي غتستوجب للمواطن، المواطن كذلك كيعيش عتبة الفقر، الهشاشة، المجال الاقتصادي يعني تراجع بزاف. اش غنقول لك، زعما المواطن المغربي كيعاني بزاف وبزاف وبزاف، وخاصه في هذا شهر رمضان حنا كنشوفوا كيفاش عاش حتى المائده ديالو تغيرات. المواطن المغربي هذا الوقفه هو قرار ديال المجلس الوطني للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل الذي يعتبر الجهاز الاعلى بين المؤتمرين، قرر اننا ندير وقفه احتجاجا على واحد مجموعه الممارسات، واحد مجموعه التسويفات اللي خدتها الحكومه. الان حنا نطالب اولا برفع من الاجور موازاة مع ارتفاع الاسعار، فخص ضروري رفع من الاجور. ثانيا نرفض الصيغه اللي جات بها الحكومه ديال اصلاح التقاعد او ما سمي باصلاح التقاعد. ثالثا نطالب باجراء الاتفاق ديال 30 ابريل واللي كينص على درجه جديده بالنسبه لجميع الموظفين، بالاضافه للحريات النقابيه، بالاضافه للتخفيض من الاسعار اللي تكوى بها جميع المواطنين ماشي غير الموظفين. تماشيا مع الدور النضالي والكفاحي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعات باش يتخاض هذا الاضراب اليوم 18 ابريل 2023 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. كذلك كان مصحوب بوقفات احتجاجية امام العمالات والجهات. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتحتج على تملص الحكومة من تطبيق اتفاق 30 ابريل 2023 خاصة البند المتعلق بالزيادة العامة، مراجعة اسطر الضريبة على الدخل، كذلك خلق درجة جديدة في الوظيفة العمومية، ناهيك على ضرب سمية الحقوق النقابية. كذلك حنا ككونفدراليين وكونفدراليات كنحتجوا على مخطط ضرب التقاعد، ماشي إصلاح التقاعد كيف ما كيسميوه هو، ضرب التقاعد لأن الحكومة باغا الأجراء والموظفين هما اللي يتحملوا هذه التكلفة هذه، علما أن عندها هي مسؤولية مزدوجة، مسؤولية كحكومة ومسؤولية ثانية ديالها أنها هي كمشغل ديال الإخوان ديالنا اللي كاينين في القطاع العام. كنحتجوا حنايا كذلك اليوم على غلاء المعيشة، الأسعار، ضرب القدرة الشرائية، كتشوف الهشاشة اللي ولا كيعيشها طبقة كبيرة ولا واحد العدد كبير من الشعب المغربي. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي الوحيدة اللي هابطة للميدان، هي اللي نازلة وكتناضل وكتدافع، فيما باقي الدكاكين الانتخابية راه هما اللي كيتسناو الإملاءات بالهاتف أو الامتيازات الريعية، فراهم هما كيخانوا الطبقة العاملة. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي الصوت من لا صوت له، صوت الطبقة العاملة وصوت عموم الشعب المغربي.